يقول ان فضائياتنا ينطبق عليه ما يسمى اعلام الارهاب. نعم تروج تروج طروحات تعصبيه، يعني قد لا يكون ارهاب مباشر بس تروج التعصب. تعصب والتعصب هي بداية العنف الغلو عندهم، والعنف هو اللي يؤدي للإرهاب. يعني ما هو تعصب تطرف عنف إرهاب. This propaganda throughout the Arab world has a very significant effect on the adult population, on the children growing up. أنا يعني أتمنى لو بوش يموت في النار، ويعني خاطري أروح شاروخ وأذبحه بالمسدس وأطعنه بالسيف، لأنه مثل ما هو يسوي حق المسلمين وحق فلسطين. أقول حق بوش إنه هو خنزير وإن شاء الله يا رب يموت. A child isn't born hating. A child has to be taught to hate. A child has to be taught to fear.